السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناة العربي زهور. معكم الشيف الحسين. اليوم ان شاء الله بدنا نقدم لكم واحد المقلات اللي سريعة وبسيطة في التحضير. غادي نصاوب الدجاج والبيض ديال السمان كما كتلاحظوا. هذا هو البيض ديال السمان اللي غادي نسلقوه ان شاء الله، والدجاج ها هو عندي في المقلات اللي غسلته وبديته مزيان ودخلوا الحامض. ان شاء الله غادي نبدا المقلاة ديالي اللي غادي نرافقها بالخضار. الخضار كاين عندي مطيشة والفلفلة حلوة اللي شويتهم من قبل ونقيتهم وغسلتهم كما كتلاحظوا، وواحد جوج فلفلات حارين. وعندي هنا المعدنوس والثومة. على بركة الله غادي ندير المقلاة ديالي فوق النار. غادي ندير زيت المائدة أولا باش غادي نقلا الدجاج. غادي نضيف الملح حسب الذوق، الإبزار، قليل من الإبزار، وغندير المقلاة ديالي غنديرها فوق النار. ملي درت المقلاة فوق النار شنو هو اللي غادي ندير دابا؟ ما هو الفلفلة غادي نقطعها قطع صغيرة، والمقلاة كدار في العشاء ولا في الغدا تجي رائعة رائعة وبسيطة. كنبدا نقطع في المطيشة حتى هي اللي شويت ونسيتها من الزيت ديالها. الدجاج ديالي كنقليه مزيان حتى يتحمر، نقليه هادي مزيان. نضيف الثومة واحد شوية ديال العدنوس، قزبور، ونديرو غبرة، تنخلي هاد القليل هدا. كنضيف الزعتر هكا، هالتوما تطلع واحد الريحة زوينة. يعني الأعشاب المدسمة كتعطي الطبق
المذاق هائل. شوية زيت تلاحظوا، نطير من الدجاج تسمى إن شاء الله تجربه من خلال دراسة الزراعة إعادة الأعشاب من السماء، يعني تعطيها واحد المذاق رهيب وبنين. شفت لا وكنقص الغطا ديالها شوية متوسطة، درجة ديال العافية تكون متوسطة، ما تكون ناقصة بزاف، تكون مجهدة بزاف. وكنغطي عليها وكنخليها كما كتلاحظوا البقيلة ديالنا هي قربت تقلى مع الفلفلة، الفلفلة بنيت نضيفو طماطم نقيشة الحارة وبيت ديالنا السمن هو كيتسلق في الكاسرول، نضيف شوية ديال التحميرة الخرقوم هما التوابل اللي كندير، البزار درتهم من قبل، الملحة الكمون حتى الاخر سكينجبير ونضيف هاد شوية ديال العدس اللي بقى ليا نفرط على البوطة تكون هيلة مزيان، يعني المقلاة ديالها ما كندير فيها لا ما لا والو، يعني غطيب المطيشة هادي غطلق هاد الماء ديالها مع الدجاج. المقيلة ديالنا هي راه قريبة طيب، لاصوص ديالها اللي تلقى في المطيشة هي خاطرة كما كتلاحظوا، تجي خاطرة. تضيف ليها قزبور يابس ومن بعد ان شاء الله غادي ديال التكومينة ديالها الكمون مع البيض ديال السمن. السمن ديالنا هو سلقناه، ها هو قلينا ان شاء الله غير نقيه وهداك الشي باش نوجدو باش نديرو في الماكلات ديالي. يعني هاد المقيلة راه كانت بسيطة وسريعة وسهلة، والبنة ما نعاودش ليكم الروائح ديال الأعشاب كتشمها مزيان. نخليها عاوتاني طيب وانا نقي البيض ديال السبانية ان شاء الله. المقيلة ديالنا هي ولات كتختار طابت، دابا كنضيفو ليها السبان، ها هو نقيناه كما كتلاحظو
وكنشتو في المقيله ديالنا نشرب هاد لاصوص هادي. هاد البيض هذا راه هائل، هتسمع هذا. وبالنسبه للشلوح كيسميو هاد البيض هذا كيسميو كيقلاين في زركله. بالنسبة للمزيغ ما كيسميوه تزركلا، البيض ديال تزركلا هو تيبلاي، وكيديرو به الأطباق كيجي رائع. نتمنى إن شاء الله تجربوه الطبق هذا بحال هاد الشكل كما كتشوفو. وكنضيف كمون من الفوق. الطبق ديالنا هو وجد، نخليه يشرب البيض هذا شوية لاصوص ديال البطيشة ونطفي عليه. خوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي ديال المقيلة ديالنا اللي كتجي رائعة ولذيذة وبسيطة في التهيئ ديالها. وكنتمنى إن شاء الله ديرو بحالها، وكننصحكم كلوها في المقلة. ما سميتو اللي داير شي مقلة ياكلها في المقلة باش كتجي لذيذة ورائعة. بارك الله عليكم، ونتمنى إن شاء الله نتلاقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا.